الظهيرة من الميادين وتتابعون فيها. تركيا تعلن القبض على عنصرين من المخابرات الإماراتية في اسطنبول للاشتباه في عملية تجسس، وتقول إنها تحقق بعلاقتهما بمقتل خاشقجي. حشود جديدة تنضم إلى المعتصمين في الخرطوم، وتجمع المهنيين المعارض يعلن الأحد أسماءه للمجلس السيادي المدني. تظاهرات جديدة في الجزائر للجمعة التاسعة على التوالي للمطالبة برحيل جميع رموز النظام. اشتباكات فجرا في طرابلس بعد قصف صاروخي على أحد أحيائها، ومجلس الأمن يفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة اليمنية في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد صالح الصماد. أننا نمر بمرحلة بدأ العرب يتهاونون مع القضية الفلسطينية، بل وينادون بتسريع التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي الظهيرة أيضا طالبة كويتية هاجمت التطبيع مع الاحتلال، تشعل مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا وثناء. أهلا بكم. نبدأ الظهيرة بهذا الخبر من تركيا، حيث نقلت وكالة رويترز قبل بعض الوقت عن مسؤول تركي وصفته بالكبير كشفه أن السلطات ألقت القبض على اثنين من عناصر المخابرات الإماراتية في اسطنبول يوم الاثنين الماضي للاشتباه في عملية تجسس. وقال المسؤول التركي نفسه إن بلاده تحقق فيما إذا كان وصول أحد هذين المعتقلين إلى تركيا له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ومن اسطنبول مشاهدينا ينضم إلينا مراسل الميادين محمود واثق. أهلا بك محمود. إذن هل هناك من تفاصيل أكثر حول هذا الخبر الذي كشفت عنه وكالة رويترز قبل قليل؟ نعم، لا زال الخبر في بدايته، ليست هناك تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع. كل ما هنالك، والآن بدأت وسائل الإعلام التركية أيضا تنقل هذا الخبر عن مسؤول كبير في الحكومة التركية. هذا المسؤول يؤكد بأنه تم اعتقال عنصري من المخابرات الإماراتية في مدينة إسطنبول يوم الاثنين الماضي بعد الملاحقة والمتابعة لهذين الشخصين وتحركاتهما هنا في مدينة إسطنبول وخارج إسطنبول. تم اعتقال هذين الرجلين، لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذين الرجلين، لكن التحقيقات الأولية كما تقول مصادر مقربة من الحكومة التركية تشير إلى أنه تم التحقيق مع أحد هذين الشخصين فيما إذا كان له صلة بعملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية هنا في مدينة إسطنبول. إذن التحقيق لا يزال جاري مع هذين الشخصين، والتركيز هنا حسب وسائل إعلام تركيا علاقة أحد هذين الموقوفين بعملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وسائل إعلام تركيا أيضا على مدى الأشهر الماضية كانت تتحدث، لو تذكر حتى أثناء عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كانت هناك اتهامات تركية بأن الإمارات العربية المتحدة ربما ضالعة في عملية استدراج الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعملية القتل التي تمت في داخل القنصلية السعودية. أيضا العلاقات بين البلدين متوترة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف 2016. هناك اتهامات تركية كانت تجاه الإمارات العربية المتحدة بأنها كانت وراء هذه العملية. طبعا هذه الاتهامات متبادلة بين البلدين، والآن اعتقال العنصرين من المخابرات الإماراتية هنا في مدينة إسطنبول ستزيد من توتر هذه العلاقات. شكرا جزيلا لك محمود واثق مراسل الميادين، حدثتنا من مدينة إسطنبول التركية.
إلى السودان، حيث أعلن تجمع المهنيين المعارض أنه سيسمي الأحد المقبل الشخصيات المختارة لتولي المجلس السيادي المدني، مجلس قال التجمع إنه سيطلع بالمهام السيادية في الدولة، وذلك بناء على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، وهي مجلس رئاسي مدني يطلع بالمهام السيادية، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية. رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي في السودان عمر زين العابدين كان قد التقى وفد الجبهة الوطنية للتغيير بقيادة غازي صلاح الدين. المسؤول المعارض اعتبر أن التغيير الذي أحدثته القوات المسلحة يعد انحيازا للشعب أملته الضرورة لتجاوز الأزمة، مشددا على أن المرحلة الراهنة تستدعي التوجه نحو بناء الدولة بالتشاور مع القوى المدنية ومحاربة فكرة الإقصاء. في هذه الأثناء انضمت حشود جديدة إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم للمطالبة بسلطة مدنية. قوى المعارضة كانت قد أعلنت أنها ستواصل الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. كل عناصر المهرجان مجتمعة هنا، ليل وموسيقى وإضاءة وحشود وغناء. في نشيدهم يغني السودانيون: نشتري المجد بأغلى ثمن وليعش سوداننا عالما بين الأمم. الاعتصام هو الأكبر من أمام مقر وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير قبل أسبوع. يريد المحتجون من المجلس العسكري تشكيل مجلس رئاسي مختلط وحكومة مدنية وبرلمان. إسقاط النظام اللي حصل ده بصورة شكلية، يعني لأنه لسه رموز النظام ما اتمسكت، الدماء بتاعت الشهداء يعني كأنها ضايعة، لأنه ما حصل قصاص من الناس اللي قتلوهم، كل في كمية من المعتقلين لسه جوا مطالبين بحكومة مدنية. لحد قبل سنة أي سوداني تمسكيه وتقول له عايز تقعد في السودان يقول لك لا عايز أسافر، طموحه في الدنيا إنه يسافر، الفيت بتاعه إنه يسافر، ده آخر حاجة عايز أصلي إنه يسافر من البلد دي، لكن لا حسي كلنا عايزين نقعد، كلنا عايزين نبني بلدنا، وكلنا عايزين ننجح هنا ونرجع بلدنا زي ما كانت وأحسن. لا لن نفض الاعتصام. الزخم لا يتوقف حتى الآن، وبكل الحماسة والطاقة الإيجابية يستقبل السودانيون نهاراتهم. الصمود في الشارع يحتاج لأن يرافقه حسن إدارة في السياسة، لذا تتواصل أيضا اللقاءات السياسية. لقاء جمع رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي بوفد الجبهة الوطنية للتغيير، والمجلس العسكري يقيل بعده وكيل وزارة الإعلام ووكيل وزارة الموارد المائية والأمين العام للمجلس القومي للأدوية، كما أعفى قبلهم وكيل وزارة الخارجية بسبب إعلان الوزارة عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد من دون التشاور مع المجلس ومن دون علمه. ومن العاصمة البريطانية لندن مشاهدينا ينضم إلينا القيادي في الحزب الشيوعي السوداني الأستاذ علي محجوب. أستاذ علي أهلا بك. إذا كان هناك بيان من قبل تجمع المهنيين يعلن بأنه يوم الأحد سيتم إعلان المجلس الانتقالي السلمي في الجزائر أو المدني عفوا في السودان، ما هو رأيكم بداية كحزب شيوعي بهذا الإعلان من قبل تجمع المهنيين؟ شكرا للاستضافة. أنا أفتكر أنه دي خطوة يعني ثابتة في الاتجاه الصحيح لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان الحرية والتغيير، وهذه جزء من المشاورات التي تتم في الفترة السابقة عبر الكيانات السياسية والمهنية والمجلس العسكري. على هذا الأساس تم تسليم الرؤية الكاملة لتسليم الحكومة للمدنيين. أنا أفتكر هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. تم الاتفاق حول الإطار العام الذي يشكل التشكيل المدني في الفترة القادمة،
وهذا بالضرورة يتم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لتسليم السلطة كاملة لكل أضلاعها الثلاثة الرئيسية. الأضلاع الثلاثة الرئيسية المجلس السيادي والمجلس التنفيذي اللي هو مجلس الوزراء والمجلس التشريعي الذي يضم كل الكيانات التي ساهمت في الانتفاضة وساعية في تنفيذ الإعلان بتاع الحرية والتغيير لمستقبل راسخ وثابت للسودان في اتجاه الوطني الديمقراطي. أستاذ علي، هذا البيان الصادر عن تجمع المهنيين هل تم بالتنسيق مع قوى إعلان الحرية والتغيير؟ تقصد البيان الذي تم من تجمع المهنيين؟ نعم صحيح. هذا بالطبع، هذا تم باتفاق تام مع كل الكيانات الموقعة على الإعلان إذا حرية وتغيير، وده مطلب شعبي لأنه هسه كل الجموع المتوافدة وكل الجموع على مستوى المدن السودانية المعتصمة في أماكن مختلفة تدعو للإسراع في تكوين هذا المجلس وتسليم السلطة بأسرع فرصة للقطاع المدني للقيام بواجباته في تسيير الأعمال القادمة، لأنه كل يوم يمر وكل دقيقة تمر نرى أن الفصائل الداعمة للإجهاض على الانتفاضة وتغيير المسار تتحرك بسرعة، وهناك شكوك فأن هذا يتم بالتنسيق مع فصائل أخرى ومجموعات أخرى بما فيها المجلس العسكري، وكل القرارات التي تتم في الفترة الأخيرة توحي بأن المجلس العسكري يخطو خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء، لذا انعدام الثقة قد يقود لإشكاليات أخرى في تأسيس العمل الديمقراطي وتنفيذ مخرجات الانتفاضة. طيب على هذا الأساس أستاذ علي، كيف تتوقع أن يتعامل المجلس العسكري أيضا مع هذا الإعلان يوم الأحد، إعلان ما تم الإعلان عنه اليوم من قبل تجمع المهنيين؟ أنا أعتقد أنه المجلس العسكري ما عنده خيارات أخرى، لأن المجلس العسكري حسب الوعود الذي ظل يطلقها في الفترة الماضية ويحاول أن يجعل الكرة في ملعب القوى الوطنية في الإعلان الحرية والتغيير، يقول أنه سوف يسلم في أقرب فرصة ممكنة في أقرب وقت ممكن لحكومة مدنية، وهو لا خيار له غير هذا التسليم. ولكن بالنسبة للاتفاقات التي تمت ما في إعلان الحرية والتغيير تجمع المهنيين بهذا الإعلان، هذا هو إعلان ليس للسودانيين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة، ولكن هذا إعلان للعالم. نحن كشعب سوداني اتفقنا على أن نضغط هذا النظام الفاسد ونقيم دولة وطنية ديمقراطية بكل مكوناتها وتشكيلها بكل الفصائل التي ساهمت في إسقاط هذا النظام. شكرا جزيلا لك. إلى قدم مهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي محجوب القيادي في الحزب الشيوعي، حدثتنا مباشرة من العاصمة البريطانية لندن. إلى الجزائر، حيث تتواصل التظاهرات للجمعة التاسعة على التوالي والتي تطالب منذ 22 من شباط فبراير الماضي برحيل جميع رموز النظام السابق وقيام مؤسسات انتقالية تتولى المرحلة الحالية. وللاطلاع أكثر مشاهدين حول أجواء التظاهرات الجمعة التاسعة على التوالي في الجزائر ينضم إلينا من العاصمة الجزائرية مراسل الميادين أسامة عبد النور. أهلا بك أسامة، إذن أجواء هذه التظاهرات وماذا عن الزخم في الجمعة التاسعة على التوالي، هل لا يزال كما هو؟ أهلا بكم. بالفعل الجمعة التاسعة على التوالي من الحراك الشعبي في الجزائر تميزت بإقبال لحد الساعة التي أحدثكم فيها، إقبال محتشم لجموع المواطنين الذين قدموا هنا إلى ساحة البريد المركزي، إقبال محتشم مقارنة بالجمعة الفارطة. وفي الساعة الحالية التي نحدثكم فيها هناك طوق أمني محكم على المداخل الكبرى للعاصمة الجزائر خاصة من الجهة الشرقية للجزائر، وكذلك هناك تواجد أمني كبير على المحاور الكبرى للعاصمة لوسط العاصمة الجزائرية، وهناك طوق أمني كذلك هنا بجنب قصر الحكومة الجزائرية وفي هذه الساحة. إذن خرجت الجموع كما تصف كاميرتنا في تاسع جمعة ورفعت هذه المرة مطالب تتحدث عن الحفاظ على الأمن
الأمن القومي للجزائر وعن جهات أجنبية وصفتها بعدو الماضي والحاضر والمستقبل وهي فرنسا مثلما نشاهد في على المباشر. الجماهير التي خرجت وتوجهت هنا إلى البريد المركزي لهذه المنطقة التي أصبحت تسمى بقشر الشعب تحدثت عن ضرورة رحيل الباءات المتبقية الأربعة. أنه رحل السيد طيب العايز رئيس المجلس الدستوري وهي أول جمعة بعد رحيله، وكذلك أخبار تتحدث أو عن حل مجلس التنسيق في جبهة التحرير الوطني وبالتالي رحيل المنسق العام لجبهة التحرير الوطني السيد معاد بوشارب، وأخبار كذلك منتظرة وغير مؤكدة عن نية عن بقية الباءات التي سترحل وهو السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة وسيد نور الدين بدوي رئيس الحكومة. هكذا ينبض الشارع الجزائري الذي يرفع هذه اللافتات كما ننقل على المباشر. ربما المطالب اليوم هي متمسكة ككل الجمعات بالجيش الوطني الشعبي وبقائد الجيش الذي هو يعتبر يعني طوق النجاة بالنسبة لهذا الحراك الشعبي الذي يراهن على الجيش للتوجه نحو مرحلة انتقالية. بالحديث عن المرحلة الانتقالية يبدو أن بدأت مشاورات غير رسمية مع شخصيات سياسية جزائرية منهم أحمد طالب الإبراهيمي ومنهم أحمد بن بتور لتولي المرحلة الانتقالية، ولكن التخريجة السياسية لحد الساعة لم تظهر معالمها. هناك من يتحدث عن استحداث لمناصب ومقاعد جديدة في مجلس الأمة، توضع يعني يتم تعيين هذه الشخصيات فيها ثم توجه للمناصب السياسية، وهناك حديث عن الندوة الوطنية التي ستعقد يوم الاثنين والتي هي ستقرر معالم المرحلة المقبلة في الجزائر إن لبت كل الأحزاب السياسية دعوة رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح. شكرا جزيلا لك أسامة عبد النور مراسل الميادين، حدثتنا مباشرة من العاصمة الجزائرية. ننتقل إلى ليبيا حيث شهدت مناطق عديدة في العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة بين القوات التابعة لخليفة حفتر وتلك التابعة لحكومة الوفاق. المواجهات تخللها سقوط قذائف مورتر على منطقة السواني فيما أصابت صواريخ جراد أحياء عدة في طرابلس، وتبادل الجانبان الاتهامات بالوقوف وراء القصف فيما أكد سكان لرويترز أن مصدر الصواريخ هي مواقع قوات حفتر جنوب العاصمة، نفت هذه القوات قصف المناطق السكنية. هذه التطورات تأتي غدا فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا بسبب تناقض المواقف بين الدول الأعضاء. وذكر دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وروسيا أعلنتا أنه لا يمكنهما تأييد مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي. مشروع القرار يتضمن ثلاثة عناصر، الأول وقف النار، والثاني العودة إلى العملية السياسية، والثالث إدخال المعونات وحماية المهاجرين وفتح الممرات أمام المساعدة. لكن في نهاية المطاف بالنسبة إلينا فإن المجلس لا يستطيع تجاهل الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الأفريقي، يجب أن نكون شركاء على قدم المساواة عند التعاطي مع هذه المسألة. المجلس فشل في السابق نتيجة تهميش دور الاتحاد الأفريقي، أما تسمية المتهمين وتحميلهم المسؤولية فليس طريقة سليمة لحل المشاكل. في الحرب طرفان دائما، أولهما يتحمل مسؤولية إشعالها، والطرف الثاني هو غالبا من يدفع فاتورة هذه الحرب الأغلى، المدنيون. في العاصمة الليبية طرابلس عشرات العائلات فقدت مسكنها ومعها إحساسها بالأمن والاستقرار نتيجة هجوم قوات المشير خليفة حفتر على المدينة. قذائف مورتر سقطت على أحد الأحياء وكادت تصيب مركزا طبيا، ومعها تعمقت معاناة المواطنين غداة مقتل 7 أشخاص جراء سقوط صواريخ جراد على منطقة مكتظة بالسكان. مجلس الأمن وين؟ أسمع الهبك. هذه لايف في الصواني. الصواريخ تطيح علينا. فلهذا ديروا لنا حل. توا قصف عشوائي وقراض ويخدم من امس في الليل الدنيا حطكوها بحدانا، طلعت جليت، لا عندي سياره لا عندي شيء، طلعت جليت. جنوبي العاصمه طرابلس لم تتوقف الانفجارات، اشتباكات عنيفه في مدينه غريان بين قوات حكومه الوفاق وقوات حفتر بعد تقدم قوات حكومه الوفاق صوب المدينه. تطورات ميدانيه وانسانيه لم تكن كافيه كي تدفع مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى استراتيجية واضحة للمطالبة بوقف سريع لإطلاق النار.
دبلوماسيون نقلوا عن الولايات المتحدة وروسيا اعتراضهما على القرار الذي أعدته بريطانيا والذي يلقي باللوم على المشير خليفة حفتر في تصاعد العنف الأخير. هذا الانقسام الدولي حول ليبيا دفع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إلى إدانة ما وصفه بصمت حلفائه الدوليين إزاء هجوم قوة حفتر نحو طرابلس. السراج المفترض أن حكومته مدعومة دوليا قال إن شعبه يشعر أن العالم تخلى عنه، مضيفا أن عدم حصول حكومته على الدعم قد يؤدي إلى تبعات أخرى، غامزا من قناة استغلال تنظيم داعش ظروف عدم الاستقرار في ليبيا. وفي تونس دعا وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي المشير خليفة حفتر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا. وفي اتصال هاتفي مشترك بينهما دعا الجهناوي إلى ضرورة استكمال المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن. من جهته أكد حفتر حرصه على إنهاء العمل العسكري في عدد من مناطق ليبيا قريبا، لافتا إلى أن قواته تحارب أطرافا مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق في العاصمة من دون وجه حق. ومن مدينة مصراتة الليبية مشاهدينا ينضم إلينا الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد الطيار محمد حسن قانون. وأهلا بك سيادة العقيد. في تصريحاته الأخيرة يقول رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بأن العالم تخلى عن الليبيين، كيف لمستم هذا التخلي؟ سيدي الفاضل أهلا وسهلا بك، تحية لك ولزملائك في قناة الميادين ولمتابعيك. أما بعد، وجه تحية لأبطال عملية بركان الغضب العسكرية الذين ما زالوا مستمرين في تحقيق الانتصار وتطهير المدن الليبية من الخارجين عن الشرعية المتمردين. أما فيما يخص سؤالك عما لمسناه من تخاذل المجتمع الدولي، أنا سأجيبك بإجابة مختصرة ومحدودة لأني أنا إنسان مهني وأنا الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي. نعم. أتكلم فيما يخص الجيش والعمليات القتالية وننفذ تعليمات رؤسانا وقادتنا وسيدي القائد الأعلى حسب ما هو متعارف عليه ومعمول في كل الدول الحديثة والدول المنظمة. نعم. ولكن أولا وأخيرا أنا مواطن ليبي وابن مؤسسة عسكرية لديها ثقافة ولديها إلمام بما يجري. فما لاحظناه وما وجدناه من استعمال عنجهي وعشوائي للأسلحة الثقيلة في وإزعاج الآمنين واستخدام سلاح الطيران وبعض انواع من الدخائر ان دل على شيء، انما هذه التجاوزات الخارقه لكل المواثيق والقوانين الدوليه ان دل على شيء، انما يدل على هناك تحيز من بعض الدول. نحن نعرف ونقول، ولكن عند كل شيء في وقته، ونحن ناس منظمين ونتبع الإجراء والتسلسل الصحيح الذي يدل على مهنيتنا وعلى جديتنا وعلى وطنيتنا وعلى أننا فعلا مستوى أن نكون دولة عضو في الأمم المتحدة مثلنا مثل غيرنا من الدول أعضاء الأمم المتحدة. فقط التفصيل اللي أكثر هذا يخص الشق السياسي. طبعا أنا أخذت طيب سيادة العقيد، بما أنك لا تريد أن تجاوب عن الشق السياسي أو بحكم يعني مركزك العسكري، نسألك هنا عن الواقع العسكري على الأرض. كان هناك تحدث من قبل المتحدث باسم قوات خليفة حفتر بأنهم يتقدمون باتجاه طرابلس وبأن الأمور تحتاج ربما معهم فقط إلى الوقت لحسم المعركة هناك. كيف تردون على ما تقوله اليوم القوات التابعة للواء خليفة حفتر؟ سيدي نحن نفند كل التفنيد ما قاله من ذكرت، وهذه أولا. ثانيا، لا 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 أرى خطأ كبير في استعمال مصطلح قوات خليفة حفتر. هي ميليشيات خليفة حفتر، حيث أن خليفة حفتر خارج عن الشرعية وملفه مليء بالإجرام الدولي وبحد التنشئة وخارج عن الشرعية. أما فيما يخص تطور الحقيقة اللي هي مفروضة على الأرض وفارضة نفسها الآن في الواقع، قواتنا ولله الحمد قوات الجيش الليبي تقدمت بخطى ثابتة، والآن محور السواني العزيزية متقدم إلى مشارف غريان، محور وادي الربيع قمة التمركز والجاهزية
طيران سلاح الجو يؤدي عمله ويقوم بتنفيذ الطلعات وتوجيه الضربات. إلى هذا اليوم نستهدف قوة متمركزات لهذه الميليشيات. طبعا الميليشيات الآن واضح في مرحلة انسحاب، هذا ما لاحظناه، حتى توجيه ضرباتنا لتمركزات منسحبة. لا زال العمل قائم على بالتعاون بين أفراد القتال وعاملي المحاور في محاور القتال وغرف العمليات الأخرى بجهات الاختصاص من هلال الأحمر والمؤسسات المدنية ووزارة الصحة المكلفين بمساعدة المدنيين داخل أرض المعركة في تأمين وحماية المدنيين الذين متواجدين في أرض المعركة وفي مرمى النيران. نؤكد للجميع وبصفة رسمية وأتحمل المسؤولية فيما أقول أن موقفنا قمة الامتياز وعملنا دؤوب وسير عملنا وعملياتنا وفق خطط عسكرية محكمة مدروسة من قبل خبرائنا خبراء الجيش الليبي في جميع تخصصات قواتنا جميع تخصصاتها وقواتها المساندة، وأخذين قمة الحيطة والحذر وأخذين في الاعتبار المدنيين والأحياء المدنية وممتلكات دولتنا الحبيبة اللي متواجدة في أرض المعركة. إن دل على شيء إنما دل على مهنيتنا. سيادة العقيد، هل هناك أي تواصل معكم ومع الطرف الآخر للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ وما هو رأيكم أيضا بهذه المفاوضات إذا ما تمت الدعوة إليها؟ سيدي الفاضل، هذا لا يخصني. المفاوضات والاتجاهات السياسية جهة الشق السياسي. احنا ناس عسكريين نفذ تعليمات سيد القائد الأعلى، ووطنيتنا هي الأساس، وانتمائنا لوطننا والدفاع عن وطننا وحقيتنا في الدفاع عن الوطن وشرعية قضيتنا. شكرا جزيلا لك سيادة العقيد محمد حسن قانونو، الناطق باسم الجيش الليبي بقيادة حكومة الوفاق، حدثتنا من مصراتة. إلى اليمن الذي يشهد مسيرات حاشدة في عدد من مدنه ولا سيما في صنعاء والحديدة، أحياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد. مدينة صعدة شهدت ظهرا مسيرة جماهيرية حاشدة، حمل المشاركون فيها أعلام اليمن وصور الشهيد الصماد، ورددوا الهتافات المناهضة لاستمرار حرب التحالف السعودي على بلادهم والسياسة الأمريكية في المنطقة. ويوجه البوصلة نحو أمريكا لم تنم. في فلسطين المحتلة واصلت قوات الاحتلال حملة مداهماتها ولا سيما في الضفة الغربية، حيث اعتقلت 4 فلسطينيين فجرا بينهم أسير محرر. الفلسطينيون كانوا تصدوا لاعتداءات الاحتلال في بلدة تقوع شرق بيت لحم، حيث تمكنوا من إنقاذ فتى مصاب برصاص قوات الاحتلال من الاعتقال بعدما كانت قد كبلت يديه رغم إصابته الخطيرة في رجله وإصابته بنزف حاد. وفي الضفة أيضا دمرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل الأسير عرفات رفاعية في منطقة وادي الهرية جنوب الخليل بذريعة الاشتباه بقتله مستوطنة في القدس المحتلة قبل شهرين. قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة وأليات ثقيلة انتشرت ليلا في محيط المنزل، حيث تصدى لها الفلسطينيون فأطلقت باتجاههم قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع. الحمد لله فعوض الله. وفي القدس المحتلة تواصل سلطات الاحتلال هدم منشآت في حي وادي يصول جنوبي المدينة، فيما نحو 80 منزلا في الحي مهددة بالهدم. هناء محميد. بالأمس القريب كان الهدم كابوسا يطارد راحة أبي أدهم، أما الآن فقد أضحى واقعا أليما يترعرع في قسوته أطفال المقدسيين الصغار. بإذن الله، الله يقدرني وأبنيها وأعيش فيها بهالفترة هاي اللي جاي القريبة. أما أنا إنه يعني زادوها إنه أنا وين يعني ما تبنيش ما أسويش إشي، وين بدي أروح؟ وين بدي أعيش أنا؟ وأنا عندي 9 أولاد، مش ولد ولا ولدين، 9، ومية وكهرباء أدفع،
ومخالف عليها بدفع متخالف 90,000 شيكل عليها يا بنت الحلال وبدفع صاير دافع منها 30,000 31,000. ينذر هذا الردم بالأسوأ إذ يخشى الأهالي أن يكون أولى الخرزات المتساقطة من السبحة، ففي هذا الحي نحو 80 بيتاً يتهددها خطر الهدم. لم يترك أهالي حي وادي الصول جنوبي القدس باباً إلا وطرقوه في سبيل ترخيص منازلهم ومنع الهدم، في حين رفضت المحكمة العليا التماسات عدد منهم وحلت دوامة التنفيذ. فهذه العائلة تلقت أمراً بالإخلاء حتى نهاية الشهر بهدف الهدم أيضاً. البنى اللي احنا عاملينه الدور هاي مبشعين المنطقة، وهم بدهم يبنوا أوتيلات ومستوطنات وملاعب ومنشآت منتزهات للاحتلال وللمستوطنات اللي بدهم يبنوها في المنطقة هاي. وانتو شو مصيركم؟ احنا على الزبالة، سلامة خيرك ولا محل. احنا مش بشر، احنا مش موجودين. البناء من دون ترخيص في أراض عامة وخضراء هو عنوان حملة الاحتلال وسلطاته المتنفذة المختلفة لهدم بيوت الفلسطينيين رغم امتلاكهم سكوكا ووثائق تثبت ملكيتهم لها. وفي الوقت ذاته تغض تلك السلطات الطرف عن البناء غير القانوني للمستوطنين في المنطقة، سياسة عنصرية تكشف أن للعدالة الإسرائيلية هنا وجهين متناقضين. هناء محاميد، القدس المحتلة، الميادين. ونبقى في فلسطين المحتلة، حيث أكد قائد ما يسمى المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال يؤال ستريك أن لدى حزب الله القدرة على إطلاق 1000 صاروخ يوميا على فلسطين المحتلة في الحرب المقبلة. وفي مقابلة مع موقع ولا وصف حزب الله بالمنظمة الجدية التي تتعلم وتستخلص العبر، محذرا من أن الحرب المقبلة ستكون دامية وستبدو مختلفة أيضا. في الحرب المقبلة مع حزب الله سيكون من الصائب إخلاء المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان. كلام قاله قائد المنطقة الشمالية اللواء يؤال ستريك لمناسبة قرب انتهاء ولايته. في الحرب المقبلة سيكون من الصائب إخلاء مستوطنات، أنا أنظر إلى ذلك على نحو مهني وبهدوء. سنفعل ذلك حيث يجب، لأنه سيحمي المدنيين وسيحسن من حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسيسمح له بالتركيز على العمليات العسكرية لا الانشغال بمسقف عام أو بالمنارة. ستريك الذي ينتقل من قيادة المنطقة الشمالية ليصبح قائدا لذراع البر تحدث عن بناء حزب الله 3 ركائز أساسية للحرب ضد إسرائيل في مجال القدرات والهجوم والدفاع. حزب الله بنى 3 ركائز أساسية للحرب ضد إسرائيل، مجموعات دفاعية في أماكن قريبة جدا من الحدود الإسرائيلية لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي إذا نفذت مناورة في عمق أراضيهم، منظومة نيران ضخمة تتضمن أكثر من 100,000 صاروخ بمديات مختلفة، بعضها دقيق ويمكنه إصابة أهداف استراتيجية في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. والركيزة الثالثة والتي تتطور هي القدرة الهجومية لحزب الله بهدف احتلال أراضي في الجليل. وفيما وعد ستريك بتحقيق إسرائيل انتصارا في الحرب المقبلة، أكد وجود فجوات كبيرة في تحصين الجبهة الداخلية الإسرائيلية. حزب الله لا يزال يخطط لاحتلال الجليل، لكن في الحرب المستقبلية معه لا شك في أن إسرائيل ستنتصر. وبالنسبة للتحصين فإنه أقل مما كنت أريد، هو أفضل مقارنة بحرب لبنان الثانية إذا كانت هذه المعادلة، لكن لا تزال هناك فجوات في التحصين. كلام ستريك هذا يظهر برأي مراقبين إدراكه احتفاظ حزب الله لنفسه بقدرات خاصة للحرب المقبلة والتحسب لها. وعلى وقع المعطيات التي تظهر معاناة الجيش الإسرائيلي من أزمة في الحافزية والقوى البشرية، كشف النقاب عن إعداد الجيش الإسرائيلي خطة وصفت بالطموحة لتحسين جاهزية جنوده وقدراتهم عبر إنشاء وحدة ستدمج بين قدرات سلاح البر والهندسة والنيران والجو والاستخبارات، وإضافة موارد للوحدات القتالية وغيرها، علّه يرفع بذلك من معنويات جنوده واستعداداتهم إذا اندلعت حرب.
يواصل المصريون المقيمون خارج بلادهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي بشأن التعديلات الدستورية في مصر، وانطلقت عملية التصويت خارج مصر من نيوزيلندا، حيث افتتحت صناديق الاقتراع للتصويت على المواد التي تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى. أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي أن أجهزة الأمن الإيرانية كشفت عن 290 عاملا للاستخبارات المركزية الأمريكية في مختلف دول العالم. كما أعلن علوي عن كشف 114 خلية إرهابية تكفيرية العام الماضي، و380 عصابة لتهريب المخدرات، والقضاء على 188 خلية كانت تنوي تنفيذ عمليات تخريبية. في سياق آخر، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن أكثر من 2 مليون شخص تضرروا بشدة بسبب الفيضانات التي ضربت إيران، إضافة إلى تشريد 500 ألف شخص نصفهم من الأطفال. اليونيسف أعلنت أن الفيضانات تسببت بتضرر أكثر من 1000 مرفق صحي، حيث أثرت على نحو 10 ملايين شخص، وذلك فيما تستمر عمليات تطوع مئات السكان ولا سيما من الأهواز لملء أكياس الرمل وصد الفيضانات. مئتان وسبعون قرية في محافظة خوزستان جنوب إيران أخليت بالكامل، وتضرر 10 آلاف منزل فيها، وتشرد أكثر من 120 ألفا من سكانها، وهذه الخيم تؤوي منكوبي قرى مدينة الحميدية. داخل كل واحدة منها عائلة وقصة مؤلمة. السيول قلبت ملامح حياتهم، لكنها لم تقضي على أحلام هؤلاء. ليس بعيدا عن الحميدية، إنه مشهد إنساني من نوع آخر. مئات السكان من الأهواز تطوعوا لملء أكياس الرمل وصد فيضان نهر كارون لإنقاذ مدينتهم. الخسائر كبيرة جدا، فثلاثة أنهر في المحافظة فاضت في آن واحد وتسببت في أزمة كبيرة أفقدت الآلاف أعمالهم ومزارعهم. خوزستان الأكثر تضررا في البلاد على أثر السيول غير المسبوقة، بحسب ما قاله وزير الداخلية الإيراني قبل أيام. هذه عينة من الأوضاع الصعبة التي يعيشها آلاف السكان في المدن المنكوبة بمحافظة خوزستان جنوب إيران، رغم كل المساعدات الحكومية والشعبية التي قدمت إليهم، وهناك بعض المناطق الأخرى التي لم نتمكن من الوصول إليها بسبب شدة هذه الفيضانات. هذا المشهد قرب مدينة سوسنجرد يلخص حجم الكارثة. قبل أسبوعين كانت عبارة عن مزارع للقمح، ها قد تحولت إلى بحيرة عملاقة أتلفت محاصيل أصحابها. مزارع كلها راحت تحت الماء، تحت الماء راحت، ويعني كل كنا فرشريد أقول لك 50 إلى 60 هكتار حدر الأرض، هي بمقام 500 إلى 600 مليون فلوس إيران. فلوس إيران بيوتنا راحت، والحتى اللي ما غطى الماء خذانز من تحت إياه الماء، بعد ما نقدر نقعد ببيوتنا، فرد دفعتية هزة أرضية تروح حدر الماء تبلعنا الأرض. معاناة صعبة يعمل القيمون على احتوائها للتخفيف من وطأتها على المنكوبين. أحمد البحراني، محافظة خوزستان جنوب إيران، الميادين. إلى يالطا، حيث يواصل منتدى يالطا أعماله بمشاركة أكثر من 7 آلاف شخصية من نحو 100 دولة لبحث مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية. ومن يالطا مشاهدين ينضم إلينا موفد الميادين عبد الله ظاهر ليضعنا في آخر تطورات والتفاصيل في اليوم الثالث من هذا المنتدى. إليك عبد الله.
تميز اليوم الأول لمنتدى يالطا الاقتصادي بيوبيله الخامس في شبه جزيرة القرم الروسية بورش عمل متعددة في السياسة والاقتصاد والاجتماع. نحو 7000 مشارك يمثلون 100 دولة بحثوا مستقبل الإعلام في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وخطورة تحول الإعلام إلى مصادر أخبار مختلقة. أهمية هذا المنتدى تكمن في سعيه إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى شبه جزيرة القرم، والاهتمام به يزداد عاما بعد عام بفعل المشاركة الدولية الكبيرة التي تشهد ازديادا سنويا وحظي بتغطية إعلامية واسعة. ملف إعادة إعمار سوريا يحضر بقوة على جدول أعمال المنتدى، حيث ستنعقد يوم السبت المقبل جلسة مشتركة للجنة التعاون بين سوريا والقرم، كون شبه الجزيرة تمثل المنطقة الروسية الأقرب عبر البحر إلى سوريا. القرم جدا منطقة مهمة إلى سوريا بوقوع على البحر الأسود. هذه نقطة اتصال جدا هامة نحن كرجال أعمال، لذلك نحن كثير مهتمين بالاستثمار في القرم وبنفس الوقت لجذب الاستثمار إلى القرم وإلى سوريا. المنتدى حظي هذا العام بمشاركة إعلامية دولية لافتة، وكانت الميادين راعيا إعلاميا دوليا بارزا إلى جانب مؤسسات إعلامية أخرى. طبعا الميادين للعام الثاني على التوالي ترعى منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، وأصبح هذا تقليدا متبعا، لذلك نحن في هذا العام أيضا هنا متواجدون بعزم مباشر من السيد غسام الجندو رئيس مجلس إدارة القناة. نظرا لأهمية هذا المنتدى ليس كفعالية اقتصادية وإنما أيضا كفعالية سياسية، خاصة في ظل مشاركة دول عدة ومنها دول عربية وفي مقدمها طبعا سوريا. منذ 4 سنوات بات منتدى يالطا يشكل أكبر فعالية اقتصادية لجنوب روسيا بالتعاون مع عدة دول عربية وأجنبية لتذليل العقبات في مجال الشحن البحري والنقل والمواصلات. ركزت ورش عمل منتدى يالطا على كيفية تعزيز الاستثمار في شبه جزيرة القرم وكيفية تمكين الشركات الأجنبية من التغلب والالتفاف على العقوبات الغربية، هذا عدا عن القضايا التي بحثت في جلسات منفصلة. عبد الله دهر من مدينة يالطا، الميادين. سنعود مشاهدينا للزميل عبد الله ظاهر بعد ان قطع الاتصال به قبل قليل، الان بات جاهزا معنا. نعود اليك مفهد الميادين ليالطا عبد الله ظاهر، تضعنا في التفاصيل في اليوم الثالث من منتدى يالطا. مساء الخير عبد الرحمن، مساء الخير مشاهدينا. نعم نحن اليوم في اليوم الثاني من هذا المنتدى، وهو باعتبار اليوم الأخير لفعاليات هذا المنتدى هنا في هذا المجمع. غدا سيكون هناك نشاط آخر مكمل لأعمال هذا المنتدى. اليوم شهد عدة ورش عمل وندوات ثقافية وشبابية واجتماعية واقتصادية وسياسية وجيوسياسية، أبرزها كان الجلسة الرئيسية التي حضرها نائب رئيس الحكومة الروسية ورئيس جمهورية القرم، وتركزت حول الواقع الاقتصادي العالمي الجديد الذي ينسجم مع عنوان هذا المنتدى: الروسيا، القرم، العالم، واقع جديد. المشاركون بحثوا في خطورة وأهمية الواقع الاقتصادي الجديد الذي يشهد حربا تجارية ما بين الصين والولايات المتحدة، عقوبات مفروضة على بعض الدول كروسيا وكالقرم وكإيران وفنزويلا، وكيفية مواجهة هذه الدول لهذه الحرب الاقتصادية التي تشن ضدها، وضرورة اعتماد واقع اقتصادي جديد. للحديث والاستفادة أكثر يسعدني أن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في موسكو الدكتور سلام العبيدي. سلام، أهلا بك. حضرنا سويا صباحا ورشة العمل حول واقع الاقتصادي العالمي الجديد. برأيك القرم أين هو في هذا الواقع العالمي الاقتصادي الجديد؟ طبعا أحد أهم الاستنتاجات التي خرجت بها هذه الورشة هو أن القرم أصبح جزءا من المتغيرات الشاملة التي يشهدها العالم، وأصبح أحد إفرازات هذا الواقع العالمي الجديد، ليس فقط اقتصاديا وإنما أيضا سياسيا وكما تفضلت قبل قليل جيوسياسيا. إذ أن القرم والعملية التي أدت إلى انضمام القرم إلى روسيا وتوحيد الجزء مع قلبت المفاهيم في العالم، لأنها قبل يعني حتى قبل فترة وجيزة قبل سنوات قليلة جدا كانت هناك نزعة في العالم، هي نزعة العالم القطبي.
لكن فرقت مجموعة قوى سواء عالمية أو إقليمية ورفض يفرض من قبل واشنطن التي ليس فقط إرادتها على العالم الآخر. حادثة القرم وانضمام القرم إلى روسيا قلب هذه المفاهيم، قلب الطاولة على الطرف الذي يريد أن يجعل العالم أحادي القطب. ولذلك يعني تكملة للجلسة التي نتحدث عنها الآن، قبل قليل بدأت جلسة أخرى عن الأقطاب. نعم، نعتذر مشاهدينا عن رداءة الصورة من المصدر. سنكمل الآن في سياق النشرة. الميادين كانت واكبت وصول المشاركين إلى يلطا واستعدادات ورش العمل الاقتصادية والشبابية والثقافية. ما يا رزق، انطلقت أعمال منتدى يلطا في نسخته اليوبيلية الخامسة. دبلوماسيون ورجال أعمال وإعلاميون قدموا من أكثر من 100 دولة إلى يلطا. القاعات تعج بالمشاركين، ورش العمل لم تهدأ منذ ساعات الصباح الأولى، والهدف واحد وهو بناء جسور تواصل بين مختلف دول العالم انطلاقا من هنا، من شبه جزيرة القرم. هذا مؤتمر هام، هو النسخة الخامسة من المؤتمر يالطا الاقتصادي العالمي، ومهمته هو تطوير التعاون والاستثمار الدولي في منطقة القرم التي تعاني من عقوبات، بل أكثر من عقوبات يمكن القول أنها تعاني من حصار اقتصادي مطبق عليها، وهو بقرار من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين. أشارك في هذا المؤتمر للعام الثالث. راقبت على مدى السنوات الأخيرة منذ عودة القرم إلى روسيا مدى التطور السريع الذي عرفته القرم من حيث البنى التحتية والخدمات الجديدة. نحن هنا لمناقشة القضايا الاقتصادية المطروحة اليوم في العالم وخصوصا في أفريقيا. هذا المنتدى يعد فرصة لبناء علاقات مع الصين والهند وكل الدول المشاركة، لا مع روسيا فقط. كخلية نحل بدأ فريق الميادين بتحضير جناحه الخاص. الميادين موجود للسنة الثانية هون معي كراع إعلامي دولي لمنتدى يالطا الاقتصادي. مثل ما شايف بلشنا الجناح الخاص، يعني فيك تقولي بلشنا نخلص الترتيبات قبل الافتتاح. العالم بلشت توصل، بلش الإقبال، بلشت العالم تسأل شو الميادين. طبعا اللي ما عارف الميادين عم يسأل شو الميادين، وفي كتير أشخاص شافوا فينا نافذة إذا بدك أو جسر تواصل للعالم العربي. على مدى 3 أيام تستمر أعمال المنتدى ذات الطابع الاقتصادي والسياسي على حد سواء، على أن تأتي المخرجات في سياق المساعي إلى قيام واقع عالمي جديد. القرم، روسيا والعالم، واقع عالمي جديد. تحت هذا العنوان يلتقي آلاف المشاركين في هذه القاعات لإيصال رسائل عديدة من هنا، من شبه جزيرة القرم. ما يرزق، يالطا، الميادين. وليس بعيدا عن أجواء منتدى يالطا مشاهدينا، وصلنا الآن إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة مع الزميلة أليسار كرم. مساء الخير أليسار. مساء النور. تفضلي. شكرا لك. أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن واشنطن تتدخل بنحو سافر في العمليات المتعلقة بمشروع التيار الشمالي 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا من خلال الضغط على ألمانيا لتغيير موقفها. من جهة أخرى، قال لافروف أثناء لقائه أعضاء المجلس الدولي للتعاون والاستثمار إن واشنطن تستغل مكانة الدولار في التسويات العالمية، ورأى أن ذلك يؤثر سلبا على ثقة بالدولار، ولا سيما بعدما غير الموقف الأمريكي من الوضع القائم في الأسواق.
فرضت موسكو قيودا على صادرات النفط ومنتجاته إلى كييف، وأوقفت استيراد منتجات المعادن والصناعات الخفيفة، وذلك ردا على فرض أوكرانيا عقوبات ضد روسيا الأسبوع الماضي. رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن الخطوة تهدف إلى الدفاع عن مصالح روسيا، كاشفا أن قيمة الواردات التي حظرتها موسكو تقدر ب 250 مليون دولار. كشف رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف أن شبه الجزيرة تنوي تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سوريا، وفي حديث لوكالة سبوتنيك قال إن هناك خططا لتوريد القمح والمنتجات البترولية وأدوات الطاقة ومنتجات مصانع كيرتش لبناء خطوط سكك الحديدية. أما عن إمكانية فتح خط طيران مباشر بين البلدين فقال إن الإمكانات التقنية غير متاحة حتى الآن. يذكر أن أكسينوف كان قد أعلن إنشاء شركة شحن مشتركة مع سوريا للنقل البحري. دعا وزير السياحة السوري محمد رامي مارتيني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتعاون النشيط من أجل إعادة أعمار بلاده، وقال إن وزارته تضع قائمة بالأماكن الأثرية للتعاون مع المنظمات الدولية، وإن ممثلي منظمة اليونسكو موجودون في سوريا وفي حلب تحديدا. ودعا مارتيني كل الراغبين بالمشاركة في ترميم الأماكن السياحية إلى العمل في إطار منظمة اليونسكو، ويذكر أن قطاع السياحة في سوريا فقد نحو 50 مليار دولار بسبب الحرب وتوقف عمل نحو 1500 موقع سياحي. أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن بلاده تحضر لإصدار سندات دين دولية بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار في أواخر أيار مايو المقبل لتمويل حاجات الدولة. خليل وأثناء حديث لمحطة أم تي في اللبنانية طالب المصارف بلعب دور في خفض العجز في موازنة الدولة لتكملة إجراءات إصلاح تخطط لها الحكومة تهدف إلى كبح الإنفاق العام، ودعا إلى وضع سقف للأجور في القطاع العام وفي بعض الهيئات، كاشفا أن بعضها وبالآلاف يصل إلى أكثر من راتب من راتب رئيس الجمهورية، إذا يصل إلى أكثر من راتب رئيس الجمهورية. بهذا نختم الموجز ونعود من جديد إليك عبد الرحمن. شكرا لك يا ليسار. أما نحن مشاهدينا فنختم الظهيرة مع هذين الخبرين. أولهما مع الطالبة الكويتية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمتها الأخيرة أمام البرلمان، والتي هاجمت فيها الأنظمة التي تطبع مع الاحتلال. كلمة الطالبة الكويتية ريوف الشمري لقيت ثناء وتضامنا واسعا على مواقع التواصل، حيث وصفت كلمتها بالجريئة، ولا سيما بعد مطالبتها بإبقاء القضية الفلسطينية أولوية لدى الأجيال المقبلة. الطالبة الكويتية كانت هاجمت المهرولين للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. 2017 تم تغيير منهج الاجتماعيات للصف العاشر من الوطن العربي إلى تاريخ الكويت، وحذف درس كان مشترك بين تاريخ الوطن العربي وتاريخ دولة الكويت، بل هو جزء من سلسلة تاريخ لا يتجزأ، ألا وهو الصراع العربي الإسرائيلي. يؤسفني أن أطرح لكم من منبرنا هذا أننا نمر بمرحلة بدأ العرب يتهاونون مع القضية الفلسطينية، بل وينادون بتسريع التطبيع مع الكيان الصهيوني. لذا يجب علينا تعزيز هذه القضية في نفوس طلبة الكويت، ومعرفة القضية هي أولى سبل التعزيز، فكيف لشخص المدافع عن قضية لا يعرفها؟ وختام الظهيرة مع باقة ضخمة من ورود التوليب تغطي حاليا مساحات واسعة من هولندا بمختلف الألوان وحتى اللون الأزرق النادر. هذا في حين استغل من تمكن من الوصول إلى هذه الحقول هذه المشاهد الرائعة لالتقاط صور جميلة، وتشكل هذه المشاهد من العوامل السياحية الرئيسية في البلاد التي يتوقع أن يزورها نحو 17 مليون شخص في عطلة عيد الفصح. أكثر من مليون منهم هم من السياح الأجانب. إلى العناوين.
تركيا تعلن القبض على عنصرين من المخابرات الإماراتية في اسطنبول للاشتباه في عملية تجسس، وتقول إنها تحقق بعلاقة أحدهما بمقتل خاشقجي. حشود جديدة تنضم إلى المعتصمين في الخرطوم، وتجمع المهنيين المعارض يعلن الأحد أسماءه للمجلس السيادي المدني. تظاهرات جديدة في الجزائر للجمعة التاسعة على التوالي للمطالبة برحيل جميع رموز النظام. اشتباكات فجرا في طرابلس بعد قصف صاروخي على أحد أحيائها، ومجلس الأمن يفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. مسيرات جماهيرية حاشدة في اليمن في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد صالح الصماد. أننا نمر بمرحلة بدأ العرب يتهاونون مع القضية الفلسطينية، بل وينادون بتسريع التطبيع مع الكيان الصهيوني. كان في الظهيرة أيضا طالبة كويتية هاجمت التطبيع مع الاحتلال، تشعل مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا وثناء. للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدينا يمكنكم زيارة موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.